تفضل يا مبارك. اقول العالم ذي ما هم صاحين بعضهم وبعضهم والله انه نظيف. هالحين لما انك طلعت للبر هجمع بعدك باغات، يجمع لك باغات انهم حطوا الباغات فيها هم محرجها، تقعد الارض نظيفه. هالحين اهل العلم يعلمونا بعلوم انه صحيح اللي هو علم الذره، علم الذره، يقولون لما ان الباغات انشرت في الارض غدت مثل الفرشه ذي اللي انت تشوف في الارض كلها انشرت واشتبكت، بعدين جاء مطر ما يقدر ينزل في الارض والارض ما تقدر تنبت مرعا فوق، وش قامها؟ قام هالبغاد ذي اللي منتشره كانها فرشه. هات روحي مني. وبعض الناس والله انهم مرتب ومؤدب ويمشي صح، واما بعض الناس توكلنا على الله على عماها، على عماها ما يدري وين ربي حاشره ولا يعرف النظافه ولا العلم. هذا علم الذره معروف، يعلمنا به ناس يقولون عقب 30 سنه وعقب 40 سنه البغاضي تشتبك شبكه ولا عاد يقدر يطلع من الارض شيء ولا ينزل فيها شيء. عازب. نعم هذا هو الصحيح.